اجتهد وعافر وربنا هيكرمك. فعلا ليس عليك إلا السعي وليس عليك إدراك النجاح. ربنا ما بيضيعش مجهود حد. اشتغل وعافر واعمل مجهود وابذل وقسم وقتك صح، وقسم التارجت بتاعك هتجيبه ازاي، وقابل الكاستمر مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، وعافر وهتحقق اللي انت عايزه. هتلاقي ربنا بيطبطب عليك في الاخر، يقول لك انت اشتغلت واجتهدت، طب تعالى بقى، انت كنت بتدور ان فلان ده الكاستمر الفلاني او العميل او الاكاونت المعين او الطلبية اللي هتجيلك من المكان الفلاني دي هتقفل لك رقمك، لا تعالى انا بقى ايه. رزق ربنا دايما بيبقى ليه ايه حاجات كده ايه حلوه. تبقى قاعد بقى في تقفلت الشهر او تقفلت السمستر او تقفلت السنه وعملت كل اللي عليك وخبطت على كل البيبان علشان تجيب الرقم معين وما يجيش، وتلاقي هوب كده ايه عميل جديد بيكلمك وياخد منك طلبيه كبيره، او يحصل حاجه في السوق فتلاقي الطلبات زادت والبيع زاد. ربنا بيقول لك ايه، انت اجتهدت واشتغلت وانا بقى عليا ان انا احقق لك النجاح واجيب لك الرقم اللي انت عايزه. فدايما اشتغل وتوكل على الله وما تيأس، وخليك مطمن ان ربنا هيكافئك في الاخر.